كريم بجمهور مهرجان الفرجة الأول لمسرح الشباب من تنظيم جمعية المجتمع المدني بنمسيك. أن أذكركم باللجنة المهرجان الأستاذ عبد الحق فكاك والأستاذ حميد مرشد الأستاذة أسماء بن زاكور والأستاذ بن زياد. لذا نريد منكم ان تحجزوا لنا تذكرة لشخصين.
خمس. عندك الحق، شنو كان دير لي امبارح؟ وافي. سبق ورأيت ذئبا يحرس القضية، وعمرك شتي ديك كعدة الخبز باللهجة؟ وافي. أتريد أن تعرف سبب لعبنا الآن؟ أشنو؟ أتريد أن فيك! إدوارد! باش نموت مجموعي، باش نلقاو مجموعي. إدوارد! راني كندوي معاك! إدوارد! فيك أصاحبي! عقلتيني كنا كنلعبو الكارت، عقلتيني حطيت الكراسة، وحطيت الكراسة، ودرنا الميدة، ولعبنا الكارت، وتيك وفرحنا ودوزنا ودرنا داكشي كامل، ولكن إدوارد كنت كضحك معايا، أنا عارفك كضحك معايا، إدوارد عارفك، جاوبني فيك، قولي شي كلمة، إدوارد!
الشفا شامل الشاف في شهرك البيب تكون ملائكة وزلعين بديك الشا أما رابنا يكون أولا غادي بالمقلوب ولا واحد كحرات في الماضي ولا أخر كيزرع بزرع تحارب المهم أكون ليت في البوكي في باكي ناس دوار يا ناس دوار سمعوا ما تسمعوا إلى أخضر هادشي ما يقبل أما يقول تخلي بلا نبيع عش على خاطر ما عارفة اللي خدها ما عارفة كنت خوتي طاحت حتى سبحان الله وش يقبل حل صباحا يا بخير شي أقول ليش مخبر جميلة تيني عالسروية قال بس نبقى يبقى حقه في الغنى لا 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 واش إحنا حنا تقبل وش يبقى يدفنا وقمتنا ليش وين القاعدة القيد وحق الغنى ايش صار حمي وحارش نور ويش عدو بالقلب وديك ساعه ما يجواب انا اللي يموت ومدي لي عدو جديه بيما واخا الناس انا هي الاولى اه ما تنسيش لي قولي لي المره اللي فيها حتى شي دغيا جوي امي اللي ولا خماس ديال الخليج يتحكم لينا بحقر ما بقى والو جيتي لي حق ديال الغلا شويه غدي لي مرتي شويه تا ما يديني معاهم وييه راك ايوا قالك داش الكل بيحش لك فمك خماس انا مخلع وين تجون كيف مشيت تجي من المير ولا كيف وين تجون وتنعس تجي من المرا اللي فيها حتى شرب غير وتسنى ما تفرش هاكا تشرفي العلم تعزل وجهك دورتي عليا مينيتي ماشي طيب تعال قولي شنو غادي نرد عليك السلام واحد الثلاث بعد ما بعتها من الميد وعباد هاي هاي وتحرك الفم على وجهك واجمع فمك ولا نشمولك وتصحي من طريقي حق ديال الزرعه الخرطه يكون عندك غدا الصباح في القبه ارجع شادي ماشي طيب هادشي شنو منك او خدفو بجامع شنو بعدا ما مهضرة مبالي العشب ديال هاد الناس ايوا ايوا شحال عليك الفما جاية لك من شناب رد نوبك على راس دبدب عبودي الشيطان انت اللي عارفينك وبين مولاي واش لا درست واش قايا العادو مبالي واش الشيطان هادا راه بلالي راك تشافى الحق غير انا ولادي عباس حاسب محلو لي الكلب برعدة ايه وليد الطوال وفين هذاك الانسان اللي كنت تكلوي به هذا ادوي انقول لك شي كلمات انا جيتك من خاوه ونزيدك حيت على الخير مرة أخرى راه ما تلومي لا راسك الطويل تاعو الكل زيد شبعوني Yeah.
كلش ولا حمد عيت من الله سبحانه ياخذ فيهم الحق. أسامة مازال بغيت تفرق عليك التراب وزاد الغبان، أش صورنا من هاد البلاد؟ أرفق صونك الله يرحم باك بارك عليا من البيت، بارك عليا من البيت شرارتي تاكل يوسف احترامي منين؟ أنا ما سمحش فيه واخا نموت، واخا نموت لبيتو، باتو الله يرحم باك بارك عليا، بارك عليا كفيني اللي بيا. شي راوي واحد الوالي فين شاب؟ راوي في القبة راه ما تلقاو لي دوك الرباع بغيت عينهم الله يحفظ فيهم الحق سير عاد دوك سير. اهلي اهلي بويا ويلي لاباس ويلي وما عجبتنيش طريقة سلامك وكلامك معاه. اش غنقول لك اويلي اش غنقول لك؟ اش غنقول لك اويلي دابا كيما يتعاود؟ وليت انا كثير الظلم فشل خبر لي عيان كون تمشي ريحه الشجره وطيب تجيب لينا من المنجل غدا وناكلو مجموعين. يا وليدي راه واخا تشوفني هكا واخا تشوفني بالحاله فهاد الوليد راه ولات بحالك اوليدي فحبيتي راه ما نتفرقش عليها. شتي وليدي انا كنت عيان شاري عليك الشجره ورايح هي مع راسك تجيب لنا من المنجل غدا وناكلو مجموعين. عارفه بويا وهي وليدي تحشيت الراس. وي 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 انتوما شوفو كيديرو الأرض كنا واحد مع البوشة من الأول وستار وفين حق ديال الغلة؟ عفوا يا شمن حق عندي باش نغير؟ وي هاي علم هيدا جاي تدارو قاي خلينا لكم الوالد اللي في البلاد كان في السعلي حنجو عمود وصيفة جو الدار ماشي عايب عليكم حاجي والحاجي ونعقل عليك جاسر عدول بالهطيب تتوليتي مع المخزن عبيبيس وأبي بيس وقتها كتسمر بغالب رحمة الحميد انتوما شحال عندكم شي مخزن وليني الخماسة ديما يبقاو خماسة. ياك وليدي ايو تشكون اش كتعايرو؟ ترى نعاير كون عاير 10 من قران انتوما اللي دايرين في بويا هاد الحالة ما تسالوش المعيون الشهور كنسالو حقي انا حقي ديال الغلة. اسمع اسير القايد انا بغيتي الغله سير حرج بلادك وبلاد والديك اما هذيك راه بلادي وبلاد جدودي ووالديا وبلاد سيدنا محمد بن يوسف وعاش الملك. اكل وليدي اعطيك بويك بركه اصبر على حق ولا غله زيد اسمعوني عليها معنى في الحنصان والزرقطوني في الخطاب موحى انا مقاوم انا جندي انا ممرض صابور انا موجود في كل العهود ظلام الليل مناره افريقي سلامي قليل وعزمي كثير تحيه لهاري وانوار وبنمسيك ولاد كاين سنترال دنيا تاريخ مجرى يعجب استاذ وقت اقرا صوت سيدي راسخه في العقول في القمر مرسوم للناس مشهود تاخد الجهات الاربعه حاصر العدو طامع بالكثره صوت الشعب يسمع يحيى الملك يحيى الملك يحيى بلادي الله الله سيدي رجع بعد سنين قهره نسيت كل عذابي وحزاني بعودتك يا سيدي يا سلطاني. استاذ والمسرح الكبير حسن الضوء بالنسبه للحديث
تلمي بصفة عامة، وكنعني يعني بصراحة كل الأيادي وكل يعني الأفكار الرائعة اللي حاولت تبلور فكرة تنظيم مهرجان الفرجة، مهرجان نسخته الأولى، يعني تنحييهم من هذا المنبر هذا مزيدا من العطاء ومزيدا من التقدم. إن شاء الله القادم أحلى، وكنا كما كنا صريحة لدى الشعراء بأننا حتى كنا ضمن يعني مهرجان بمدينة الدار البيضاء، لأن مدينة الدار البيضاء صراحة مدينة كتسخر المواهب والطاقات. وفي هذا المنبر أيضا أن توصل واحد الرسالة لجميع المسؤولين أنهم فتحوا الأبواب، لأنه راه كاين في الشباب اللي ما يتعطى يساعد الناس في جميع المجتمع المدني، لأنه فعلا الناس اللي قد المسؤولية. وشكرا أيضا للصحافة الإلكترونية هذا الحدث هو في هذا الحدث هذا الرائع هذا التاريخي، إن شاء الله القادم أحلى، وشكرا. Thank you.
الغزل جوج كاشط ما تعيشيش مع داركم ولا مع الجيران تاخذ ليا البركاسه نقدر في نفسي حاج ماكي عارفه واش الازمه وناس عالم 60 كامل ويلا كنطيبوا مع لوك نجاحي ما لو تعيشين صافي تلا يا هلا يا هلا يا هلا ما يخالف ما يخالف خذي قلبي وفلوسي ومالي هلا هلا سوي ما فيك والله يا قلبي حرام عليكم حشومة عليكم بغيت نرجع لبلادي بغيت نرجع لبلادي ارقصي ارقصي بعدين روح على طول انا بدفع لك عشان الركس يعني امام لجنه التحكيم يعني
فأساتذة يعني مستوى عالي. شكرا لكم جميعا. مسرحية شكون أنا من تشخيص حمزة خيبر. كيلود شدمان. أيوب إبراهيم. نعمة جرومي. أسيا قديوي إدريسي. رضوان لوهان. عبد الله صاحب الدين. محمد بن داود. مسرحية ملابس واحد الأخت لإجراءات ديال العام ما قدرتش تكون معنا، زاهية خيدر. تاب ديكور معنا في الديكور نور الدين بن الحاج. موسيقى صويرية عبد الكريم عبيدة. مساعد مخرج حمد التومي. تابعكم تأليف والإخراج الأستاذ طفلة التومي. جديد الشكر لكم مجددا وتحية والتحية لجميع الحضور. هي مناسبة أخرى لتبادل التجارب بين الفعاليات المسرحية وبين الفرق. طبعا المناسبة تجتمع فيها الفرق المسرحية من كل المدن المغربية، وكان بالأحرى أن تتواجد معنا في حفل الافتتاح كل المؤسسات والهيئات والمرافق العمومية المحلية على الأقل كمسؤولين للنيابة، وكذلك المسؤولين في الجماعة المحلية والمقاطعات والموسيقى والأعراف وذلك. وكذلك كان من المفروض أن يوجد معنا مجموعة من الجمعيات والفعاليات التي في مجال المسرح. لماذا؟ لأن هذا المهرجان هو في الحقيقة من المفروض أن يكون لبنة للتواصل وحلقة للتواصل بين كل الفاعلين في هذا المجال. عموما أتمنى أن يتدارك الإخوة الذين تغيبوا عن هذا العرس الفني الكبير أن يلتحقوا بنا في حفل الاختتام والدعوة الموجهة له من هذا المنبر. وبالمناسبة أريد أن أشكر كل الفرق التي لبت دعوة الحضور، بما فيها كذلك أعضاء لجنة التحكيم المدير المعروفي، وكذلك الأخت الفنانة أسماء بن زكور، وكذلك الفنان المرزيات، وكذلك حميد مرشيد. كنتمنوا على أن نحن على أساس أن مكان غالي والغلو، ولكن كل ما هنالك هناك يعني اكتشاف المواهب ومتابعة هذه العروض بغرض إبداء بعض الملاحظة وبغرض لتأسيس هذا المهرجان. بالفعل كان السجد وزارة الشباب والرياضة مشكورة، وكان تواصل حتى الدورة العاشرة لكن توقف. كنتمنى أن نحن خلينا كمبادرة سميناها مبادرة جمعيات المجتمع المدني بمقاطعة الموسيقى وعملة الموسيقى، أنها إن شاء الله تعطي واحد النجاح. كنبغي نشكر كذلك جهود الخفاء اللي يعني داروا كل ما يقدرون باش ينجحوا معنا هاد التظاهرات، بمقدمتهم السيد مدير المبادرة طبعا والمدير المركب التربوي السي سعيد الدوان، وكذلك يوسف غريب اللي هو كذلك أحد الناس اللي اعطوا الفكرة هذه واللي يترأس لجنة الإعلام، وكذلك هو رئيس جمعية ملحمة المسيرة الخضراء اللي
حتى هو ما رفعش علينا بكيطاس الاجراء الفنيه السكرتاريه ديال المهرجان ديال حزه الحراء، وكذلك كل جنود الخفاء كلهم جنود الخفاء ما كنكسب حتى شي واحد اللي كانت عنده الجميع. وشكرا للكبيره بالدعوه، اما نحن ما دعينا هما والو، ولكن شكرا كشف وسائل التواصل الاجتماعي بحال الفيسبوك بحال اليوتيوب راهم يبغوا يتواصلوا معنا. كنعاود الناشد المسؤولين على القطاع وعلى الجماعه انهم يحضروا معنا، لان هذا النشاط هذا راه منه كتكون المشروع ديال التنميه، لان لا تنميه بدون شباب ولا شباب بدون حريه التعبير وحريه الابداع وحريه الخلق. السلام عليكم، اشكر جزيلا على هذا الاستجواب على هذا المهرجان. ثانيا اشكر الجمعيات اللي فكروا في المهرجان الاول للمسرح الشباب. فعلا هناك شباب دقت كثير ما شاء الله عليهم، واللي بغيت نقول تبارك الله الى حد الان شفنا ثلاث فرق وصلنا بينهم انهم يعني طموحين، فرحت لهم بزاف، تفاجات يعني فيهم بزاف، يعني خاصهم صراحه حسن غني شجاع، وليا الشرف كبير على الفن من لجنه التحكيم باش يوصل انا كيف سكن بلا خوتك، ولكن صراحة يعني تجربة جميلة، وشوف أنني ديجا سنة كنطاني في المعهد البلدي في الدار البيضاء وشاركت في المسرح البدوي يعني باش نسال، والحمد لله كنتمنى لهم الاستمرار إن شاء الله، والشباب حتى هما الله يخرج بيديهم. ان شاء الله في الخلاص راه ولد هذاك تهلا في الغلاط ان شاء الله في الغلاط الغلاط تهلا فيه. دابا انت كتحط تهضر كاع اللي جا في العربيه. سعيد تحيه سعيد.